الذكاء الاصطناعي في التعليم محور لقاء دولي احتضنته المدرسة العليا للأساتذة بتطوان بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والباحثين وصناع القرار ومطوري الذكاء الاصطناعي. هذه الفعالية الأكاديمية المنظمة من طرف المدرسة العليا للأساتذة بتطوان ومختبر الإنسانيات والتربية بشراكة مع المرصد الوطني للذكاء الاصطناعي تروم استكشاف ومناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم. التقنيات الحديثة لها دور مهم وسيكون له دور مهم في المستقبل على تعلمات أولادنا في المدارس، في التعليم على مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، ولكن كذلك على مستوى التعليم العالي. فاليوم يجب القطع مع التعلمات بالطريقة الكلاسيكية التي نزاولها اليوم والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. جامعة الملك السعدي منخرطة بقوة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واللي جاء كذلك استجابة للرؤية المولوية السديدة وللنموذج التنموي الجديد فيما يتعلق باستثمار كل الرافعات التي من شأنها تحقق واحد الانتقال نوعي وهيكلي على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى البيئي، على مستوى التجارة، على مستوى فرص العمل وفرص الشغل. هذه الفعالية العلمية محطة مهمة للتفكير في تثمين النظام التربوي الذكي بما يساعد على اكتساب التعلمات التي تمكن المتعلم من الانتقال من المرحلة الكلاسيكية إلى المرحلة الذكية بكل سهولة وسلاسة. المدرسة الذكية هو تفكير في تصميم نظام تربوي، نظام ذكي يساعد على اكتساب التعلمات المفيدة والتعلمات التي تمكن المتعلم من انتقال من مرحلة إلى أخرى بكل سهولة. هذا اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة أهمية الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي المغربي والوقوف عند دور التكنولوجيات الحديثة في تجويد المنظومة التربوية وتطوير أداء المدرسين.